صباح الخير سلام. يسعد صباحك نور. يسعد صباحك وصباح جميع مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا يوميا. معكم بنطل برحلة صباحية فيها محطات عديدة من دمشق وأكيد للمحافظات السورية حصة برحلتنا، لكن مع بداية كل نهار دائما أمنياتنا واحدة، نتمنى نهار يحمل الخير والبركة وراحة البال والرزق الكثير والانفراج والرضا يا رب لكل الناس. يسعد صباحك عن جديد. يسعد صباحك عن جديد نور، صباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا. أكيد رح يكون معنا مواضيع متعددة بين الحياة الاجتماعية والصحة النفسية والطبية وغيرها من الفقرات للمتميزين والمواهب، ولكن جولتنا كمان بتبدأ بتصبيحة بغنية. سلمى، يمكن مع بداية فصل الشتاء كلياتنا يمكن تكتر عنا الأمراض التنفسية، الرشح، السعال، الجريب، لهيك بتكون مناعتنا شوي بدها دعم. كلياتنا بنحاول نشرب أشياء فيها فيتامين سي، وبنعرف الليمون قديش فيه هيدا الفيتامين بشكل كتير قوي. دائما بيقول لك لازم تشربي ليمون وبردان. صحيح. إذا بتحبي الليمون والبرتقال؟ أنا ما بحبهم بالشرب بس باكلهم أكل، يعني بحب أكل الليمون ما أشربه. إيه يعني هم بتاخذي الفيتامين لكن بالطريقة اللي يمكن بتناسبنا وأريح لنا. خلينا مع بعض نتابع أهم الفوائد الغذائية بالليمون بالتقرير التالي. الليمون لتحصين الجسم وتقوية مناعته. الليمون محمل بالفيتامين سي، وهو الفيتامين الضروري لتقوية وتعزيز نظام المناعة، فهو يساهم في زيادة إنتاج كريات الدم البيضاء التي تحارب الفيروسات والبكتيريا والجراثيم والأجسام الغريبة الضارة الأخرى. يحتوي على الكثير من البوليفينول الذي يحمي الجسم ضد العدوى الفيروسية، ويحتوي على الفيتامين A وحمض الفوليك والنحاس وجميع العناصر المغذية التي تلعب دوراً هاماً في تحفيز المناعة. أخيراً، الليمون غني بمضادات الأكسدة وحمض الفوليك والبوتاسيوم، وبالتالي فإن فاكهة رائعة لصحة القلب لأنه يحمي الشرايين من الجذور الحرة ويمنع أكسدة الكوليسترول. أما هلأ نور رح نروح لحلب ومحطة مميزة بحضور الفنان العالمي ديمتري يلشن القادم من جمهورية روسيا الاتحادية. أقامت جمعية مركز المحترف السوري معرض دم 10 فنانين قاموا بتقديم لوحات بطريقة مبدعة. خلينا نشوف طبعا مهارة التراث السوري والمهن الحرفية اللي جسدت ضمنها المعرض. بحضور الفنان العالمي ديمتري يلشين القادم من جمهورية روسيا الاتحادية، أقامت جمعية مركز المحترف السوري معرض يضم 10 فنانين حرفيين في مقر الجمعية. من 54 سنة أنا بشتغل دفخ على زجاج، عندي معارض على مستوى العالم، جاي على سوريا بشكر الحكومة السورية، بشكر أهالي حلب على إتاحة الفرصة أنه أجي على مهد صناعة الزجاج بالعالم كله. زيارة إلى طعم خاص بالنسبة إلي لأنه أنا فنان نفخ على الزجاج، فبالتالي أنا بعرف تاريخ صناعة الزجاج. نحن مهتمين مو بس بصناعة الزجاج وإنما بكل الصناعات الحرفية يلي هي سورية مهمة كتير فيها، ورح يكون لنا كلمتنا بإيصال رسالة الحرفيين للحرفيين الروس، لأنه هي واحدة من الغايات الرئيسية لزيارتنا. بتعطي كتير مردود لأخوتنا الحرفيين، بتعطيهم تشجيع للأعمال لبكرة يصدروا أعمالهم. نحن بضمن أزمتنا عم نشتغل ومستمرين وعنا حرف تراثية المادية وغير مادية. المعرض تضمن لوحات متنوعة عن التراث السوري والمهن الحرفية، إضافة للوحات الخطوط وتطورها بدءا من الآشورية وحتى العربية. شاطات متميزة ترعى الشبيبة، ترعى أخوتنا الحرفيين، نشاطات دائمة متميزة لكي تبقى حلب كما هي صورة يحتذى بها. أخرج شغله كتير كويس ومميز يعني، وشي بطلع كل شيء منه من الحرامات للطاولات للبلوزات لزوزات طاولات وش لياف حمام طاقيات. مشتركين بمد العربي والتراثي والشغلات الشرقية، عم ناخذ من شغلات من سجادات نحن اليدوي، النول اليدوي والقطع اليدوية وسجاد النسيج، عم نطور شيء انه يواكب هذا الجديد. الشباب الجديده طلباتهم الالوان اللي هي بدهم بقطعه صغيره
وما تكون مكلفة كثير. تنوعت المهن المشاركة في المعرض بين الحفر على الخشب والخط العربي وصناعة الزجاج وتشكيل المعادن ورتي السجاد والنول اليدوي وأعمال التطريز اليدوي. وليد هناي، الإخبارية السورية، حلب. سلمى، هم هلا رح نروح لمحطتنا الطبيه لليوم مع عالم تجميل الاسنان. اليوم عم نشوف توجه كثير كبير، كثير من الصبايا والشباب عم يحاولوا يحصلوا على ابتسامه جميله يجملوا اسنانهم، بس احيانا في بعض الاخطاء يمكن يوقع فيها المريض او حتى الدكتور، يعني بعد ما تلاقي حدا عمل اسنانه فينير او ركب اسنانه او لبس، في بعض المشاكل بيعاني منها، التهاب لسه، التركيب بيكون مو صح، ممكن يؤدي لخراجات. كل هاي التفاصيل اذا في اثار سلبيه بعد تجميل الاسنان بسبب اخطاء ممكن يوقع فيها الدكتور او المريض ما يلتزم بالتعليمات، كلها رح نحكي عنها مع الدكتور الياس عنيد، اختصاصي في علاج الاسنان وتجميلها. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور الياس. صباح النور. خلينا نبلش مع حضرتك، يعني بنعرف انه الابتسامه المثاليه هي هدف لكل الناس انه يحصلوا على هالابتسامه، وبتختلف يمكن الطرق والتكاليف والمشاكل احيانا والايجابيات والسلبيات. خلينا نبلش نحكي اليوم لنحصل على ابتسامه مثاليه، شو الطريقه الافضل او كيف واحد بيعرف شو الشيء اللي بيناسبه؟ تمام، صباح الخير. بالنسبه للابتسامه الجميله، نحن دائما بنحكي على تجميل الاسنان بعد البلوغ، بعد ما نكبر بلش نجمل، خلينا المره شوي تمام نحكي شوي قبل مراحل الطفوله، مرحله النمو، مرحله البلوغ. هاي المراحل كثير مهمه بالابتسامه، هي بنهملها كثير. بتبلش من الصغار، بدنا نهتم باسنان الاطفال من اول ما بيخلقوا، نهتم بالتقويم، بالنمو العظمي، نمو الاسنان، بزوغها، شكلها، المحافظة على نظافتها. من هون بتبلش العناية بالابتسامة من الصغر. لما بنقدر نصل نحن لمرحلة البلوغ وعندنا أسنان حلوة وصفتها حلوة تقويميا وسليمة ما في تسوسات، نحن هون عمليا أخذين ابتسامة حلوة من الصغر. ما بنضطر للتجميل، ممكن نبيض أسناننا شوي على كبر تنظيف، بس يعني ما أكثر من هيك. دائما أسنان طبيعية هي الأجمل، لما بتكون بمحلها وسليمة ولونها حلو وبنعتني فيها، وتقويميا اخذين نحن صفه حلوه للاسنان، ما في داعي للتجميل وقتها على كبر. بس نحن بنرتكب هالاخطاء مع الاطفال، مع الصغار، اولادنا ما كثير بنهتم. صحيح، بيبلغوا باسنان شوي فيها تراكبات، شوي مانا كثير حلوه، يعني بقى بنضطر نلجا للتجميل. تجميل على كبر بيكون عن طريق تجميل الاسنان نفسها، اما عن طريق انه الاسنان نفسها نعمل لها تقويم علاجي ثابت لنرصفها ونبيضها، او ممكن نلجا للتعويضات. التعويضات الكل صار يعرفها وبيحكي فيها، هي وجوه تجميليه او تيجان. الوجوه التجميليه في عندنا نمطين من الوجوه التجميليه اللي بنحط على الاسنان، اللي هو الفينيرز. في عندنا شيء اسمه الوجوه المباشره اللي بتنحط مباشره بجلسه واحده، بيطلع المريض اسنانه مركبه وكل شيء. هي فينير ولا الومنير؟ لا، فينير. نحن عم نحكي هون فينير مباشر. هلا بنحكي شوي عن اللومينير، فرقوا عن الفينير، لانه في شويه اختلاط بالموضوع. صحيح، لهيك سالته. التعويضات الغير مباشره اللي هي القشور الغير مباشره، هي بتكون قشور خزفيه من ماده ليثيوم دي سيليكيت او جلاس سيراميك. هي الماده بتنعمل مخبريا، بتحضر الاسنان، بتاخذ قياس لها، بتروح على المخبر، بتتفصل بالمخبر وبتتلزق للمريض. هي اسمها الوجوه غير المباشره، اللي هي الدارج متعارف عليه عند العالم، الإيماكس أو الفينير أو الأشور، كلها هي تسمية واحدة. بالنسبة للومينير، اللومينير هي حالة محددة جدا بالاستطبابات. يعني بدها تكون عندي أنا صفة أسنان كثير حلوة، ما في تراكبات كثير قوية، طول الأسنان مقبول، ممكن إني أحط قشور لومينير اللي بتتميز عن الفينير إنه أنا ماني مضطر إني أبرز السن. أخسر بسماكات رقيقة، بتتراوح بين 2 ل 3 دوزيين بالحد الأقصى، 3 بالعشرة من الميلي. استطباباتها كثير محدودة. وكمان هي تصنيعها بيتم بنفس مواد الفينير اللي هي الليثيوم دي سيليكيت، ولكن مقصة بشكل أعلى، الثبات اللوني بيكون شوي مشغول عليه أكثر. بس استطباباته محدودة. طيب دكتور، خلينا نحكي، يمكن قلت بداية حديثك اللي بيعتني بسنانه كتير منيح أو بسنان الأطفال من البداية بيحصل على أسنان جيدة، بس نحن حتى اليوم عم نشوف توجه لو أسنان بتلاقيها جيدة كله عم يروح نحو التجميل، يعني
بتلاقي فينير لومينير عم يلبسوا اسنانهم ليحصلوا على صفة معينة، احيانا بتشوف تأثر كبير ببعض المشاهير. بس بعد اجراء تجميل للاسنان خلينا نحكي عن بعض الاخطاء الشائعة. يعني في كثير من الناس بتسمع مثلا انه انا من وقت ما ركبت اسناني بيستي ما ارتاحت، في عندي التهاب لثوي، الاكل بحش بيقول لك ما بنظف منيح، يمكن القياسات مو صح، في تعليمات. ما فينا نقول مثلا خطا على الدكتور او المريض، هي يمكن علاقه تشاركيه، يعني في تعليمات لازم يلتزم فيها المريض، بس في بعض الاخطاء الشائعه ممكن يوقع فيها الدكتور والمريض حتى. تماما، هي دائما الاخطاء بتكون مشتركه. اغلب الاحيان الاخطاء مشتركه. اللي بيتحمل مسؤولية الأخطاء هو الطبيب والمخبري والمريض، الثلاثة بيتحمل مسؤولية الأخطاء اللي بتصير بالحالات. بالنسبة لمسؤولية الطبيب، دراسة الحالة بشكل صحيح هي أول خطوة، تحضير الأسنان بشكل سليم، ما يكون في تحضير جائر للأسنان أو برد جائر للأسنان، ممكن نصل لمرحلة نأذي الأعصاب، نأذي الأسنان، يصير في عندي آلام، يصير في خراجات ومشاكل مع الزمن. القياس الدقيق للأسنان كتير كثير هذا شيء مهم. المريض اكثر شيء اليوم بيهتم بموضوع اللون، ناخذ اسنان بيضه معناتها الشغل حلو، لا لا، في شيء ثاني صحيح. نحن ممكن ناخذ اسنان كثير احترافيه وكثير حلوه، ممكن نكبها بلحظه، اذا لقينا حواف الاسنان مثلا مع اللثه ما انا صحيحه، صحيح، ما فينا نتجاوز هيك موضوع. هلا ممكن تتركب بس تعمل لها مشاكل، صحيح، لذلك ما بنتجاوزها. الخطا ما لازم ينسكت عليه، من اول ما بيظهر الخطا فورا بده يتصحح، ما بيتركب شيء على غلط، ما بدنا نوقع بمشاكل بالمستقبل. الأخطاء هون من ناحية الكعيادة، نحن من ناحية تصميم الحالة، من ناحية دراسة الحالة، من ناحية التحضير، من ناحية الطبعات، كل هاي الأمور. انتقلت الحالة صارت مخبريا، أهم شيء بالشغل انتقاء مخبر جيد وبيشتغل بشكل صحيح وبمواد نظامية وصحيحة. تلعب دور نوع المادة كتير دور مهم بثبات الحالة، بثبات لونها، بصحتها، بسلامتها مع الأنسجة، مع كل شيء. نوع المادة بالنسبة للإيد اللي عم تشتغل، دقة العمل كتير مهمة بالمخبر، أهم من الشكل. الشكل بعدين بتعدل بيتظبط، في دقة كتير مهمة اللي هي العلاقة مع اللثة. أغلبنا بنهملها، ما بصير نهملها، علاقتنا مع اللثة بالشغل كتير مهمة. ما بدنا نركب فينيرز من هون بعد 5 سنوات يصير في عندي تراجع لثة، التهابات لثة مزمنة، ممكن خراجات لثوية، التهابات أربطة، تسوسات، تغير لون بين الأسنان، كل هاي المشكلة بتصير عندي من الحواف السيئة بالشغل، رح تتسرب مادة الألصاق وتعطي مظهر كتير بشع كمان ناحية تجميلية. المريض بيتحمل مسؤولية من مشاكل التعويض بعدين، اللي هي العناية الزايدة. نحن أي تعويض بيدخل للفم بيتطلب من المريض العناية زيادة عن عنايته بالأسنان الطبيعية. صار عندي في حواف اجنبيه موجوده، في عندي اجسام اجنبيه بالفم، تتطلب اذا مني تنظيف بشكل اكثر شوي. اهم شيء المسافات بين الاسنان، الخيوط السنيه 80% من المرضى ما عم يستخدموها، اللي هي كثير مهمه بالتنظيف. الفرشاه بتعطيني 60-70% نظافه، مو اكثر من هيك، بدي اكمل بالخيوط، بدي استعمل المضامد لحافظ على اللثه وحافظ على اللون وحافظ على العلاقه بين اللثه والتعويض، لانه هي اجمل شيء العلاقه بين اللثه والتعويض. طيب دكتور، حضرتك حكيت قلت بالبداية إنه في كتير ناس بتلجأ لبعض وسائل التجميل بتكون هي ما في داعي إلى إنه هي تلجأ لها، وأيضا في أشخاص ممكن يكون عندهم أمراض معينة وبيلجأوا للتجميل بسن متأخر متقدم بالسن، فكمان مو كل خليني أقول أشكال التجميل الجديدة بتمشي معاهم، خصوصا اللي بيكون عندهم مرضى سكري أو بيكون عندهم أمراض تانية، صعب شوي إنه الحفر والدم ما بتعرف هاي التفاصيل. خلينا نحكي مثل هاي الحالات شو اللي بيناسبها. هلأ بالنسبة للصغار بالعمر دائما نحن بنلجأ إنه ما يكون في يعني استمنا نحافظ على بنيته، ما نبرد من السن كتير، نحافظ على بنية السن، هذا السن بده يخدمنا عمر طويل. بنلجأ للأقل شيء عندنا بالأذى أو الضرر اللي هو برد السن بكميات كتير قليلة، ما بتتجاوز حد أقصى نص ميلي. بنحاول نعطي الجمالية بس بدنا نوازن بين الجمالية وسلامة السن، يعني ما أجي أفرم السن أنا مشان والله أعطيه شكل حلو، لا بلاغة، بدي أحافظ على السن قبل الشكل الحلو. الشكل الحلو بينعمل يعني 80%-90% أوكي، إذا أنا ما بدي أخسر كتير من السن، ما بدي 100%، بس حافظ على بنية السن ما يتأذى مع الزمن. طبعا كل ما تقدمنا بالسن نحن بتظهر عندنا مشاكل لثوية أكثر، بصير في عندنا تراجعات لثة، بصير في عندنا مشاكل بالأنسجة الداعمة اللي هي العظم، اللثة، الأربطة اللي حوالين الأسنان.
الاسنان ممكن تبلش يصير فيها تحركات، حركات بسيطه خفيفه. بالنسبه للكبار بالعمر شوي ممكن نلجا نحن اكثر للتعويض الزيركونيا. ممكن اكثر لتعويض الزيركونيا، بيكون في عندي تهدمات بالاسنان، سحل بالاسنان، بدي احميها شوي اكثر، ممكن اني انا اغلفها بالكامل بدل ما اعمل لها قشره. بالنسبه لموضوع العضه، اختلافات الاطباق مع الزمن، السحل اللي بيصير مع الزمن ممكن يعمل لي ردود اطباقيه على قشره الفينيرز ويكسر او يفك، بلجا للزيركون. تمام. طبعا كل شيء فيه له استثناءات، نحن عم نحكي بشكل عام بالعموم. بالنسبه للكبار بالعمر شوي لما بنلجا للتجميل بيتطلب عنايه زياده، عناية أكثر من الأصغر، لأنه عندي صار تراجعات لسه أكثر، عندي جيوب لثوية، عندي فراغات بين الأسنان أكبر، تتطلب مني نظافة وعناية أكبر، وإلا أنا بقع بمشكلة. أسنان يعني بدنا نحكي قطعت مرحلة منيحة من عمرها، بدنا نحافظ عليها قد ما بنقدر، العناية بتكون مضاعفة عن الأصغر. طيب دكتور، لما نحكي عن الإجراء التجميلي وكثير من الناس مثلا بتركب أسنان، دائما في مشاكل بتكون باللسة، إمتى الدكتور بيلجأ لقص اللسة؟ يعني هون بيكون في خلل بعملية مثلا قياسات الأسنان أو الطبعة، أو لا لسه بيكون فيها مشاكل؟ هلا موضوع قص اللسة ما دخله بموضوع الطبعات، هو له علاقة بشيء اسمه الابتسامة اللثوية. عندي مرضى أنا ممكن يبتسم تظهر النيرة، نحن بنحدد قديش الكمية اللي بتظهر، بتبين تظهر من الشفة. صحيح، تمام. نحن بالابتسامة بيظهر عندي أنا لحد كامل السن ما عدا العنق تبعه مع حليمات اللسة، ممكن يظهر معي شوي من النيرة، طبعا هي حالات بسيطة جدا ما بتتطلب شيء. في حال عندي أنا 2 ميلي فما فوق، هون صار عندي ابتسامة لثوية واضحة، بتطلب منا إجراء في شيء اسمه قطع لسة. قطع لسة لحتى نخفي جزء الظاهر، ممكن نلجأ لقطع لسة في حال كانت التيجان قصيرة، الأسنان عند المريض صغيرة، ممكن نعمل قطع لسة لنعطيها جمالية، نكبرها شوي تاخذ شكل أكبر. بس في حد ما بنقدر نتجاوزه، يعني ما ممكن انا اقطع له المريض 4-5 ميلي من اللثه ودمر العظم. صحيح. لا، في حد معين. ممكن نلجا للامور الثانيه اللي عمل جراحي، عمليات ربط، او ممكن نلجا للبوتوكس او الفيلر بهالموضوع. بيعطينا خيار ثاني بموضوع الابتسامه اللثويه. كمان دكتور حضرتك حكيت عن نقطه مهمه، كثير اوقات عم نسمع هي عن البوتوكس والفيلر، بس للاسف في ناس عم تروح تعملها عند مراكز وليس عند دكاتره مختصين. نحكي عن الفروقات وقد ايه كمان مهم، لانه يعني الغلطه مثل ما بيقولوا كفره بهي القصص. تماما، وهي النقطه شوي صارت يعني موجوده وشائعه. ما ضل حدا ما عم يشتغل بوتوكس وفيلر للأسف. لا، هي المفروض ضل محصوره بمراكز طبيه بايد اخصائي بهالموضوع حصرا. يعني ما حدا يتعدى على حدا، كل واحد يشتغل شغلته. خصوصاً دكاترة الأسنان دراستهم على الوجه كلها يعني. تماماً، يعني حتى طبيب الأسنان إذا ما نو بهالمجال كتير قوي ما نو مؤهل إنه يشتغل، يعني بده شغل، يعني أخصائي بهالموضوع تمام، أو الطبيب اللي عامل الكورسات اللازمة. شو ممكن يعمل مشاكل؟ الحقن الخطأ. هلا الحقن بوتوكس كلنا بنعرف تأثيراته العضلية، نحن ممكن الحقن الخطأ يعمل لي مشاكل تشوه بتخلصات العضلات، لأنه مبدأ البوتوكس نحن مبدأ إنه توقيف حركة العضلة أو شلل العضلة، ممكن يعمل لي مشاكل. يعني أنا ما بدي أرفع عضلة، بدي نزل جهة، بدي أعمل حركة معينة، ممكن عدم تناظر بالوجه يصير عندي. ممكن أنا شيء بدي إياه يتحرك ما بدي إياه يثبت، انا ثبتته بالغلط صار عندي مشكله في تشوه، صار بدي اقعد استنى 6 أشهر ليروح تاثير الماده. بالنسبه للفيلر نفس القصه، انتقاء ماده الفيلر كثير مهم. الفيلر لازم يكون نوع مرتب، نوع كويس مضمون، وكل فيلر بمحله، يعني نعرف ننقي الماده. تمام، هي اهم نقطه. طيب دكتور، خلينا نحكي عن اللومينير. يعني لما نقول الشخص توجه اسنانه وما بده يخسرها، ويمكن فينا نقول جميله الى حد ما، بيتجه لللومينير. اللومينير بنشوف يمكن استطباطاته اقل، يمكن تمام. او مشاكله او اثاره السلبيه اقل من الفينير او الخزف اذا فينا نحكي. تمام. هلا اللومينير فينا نشبهه نحن بالهوليوود سمايل اللي طلعت بدايات العمل فيها. ما نبرد اسنان كثير على وضع الاسنان صفه واحده لكل العالم. ما دائما لها استطبابات، يعني يعني فينا نقول الاستطباب لها لللومينير. عندي اسنان انا صفتها حلوه مثاليه بحل الاسنان، ممكن مكسره شوي، فيها شويه تصبغات، فيها هي ما عندي تراكب قوي بالاسنان، حالات يعني ما بتطلب تقويم او تجليس اسنان او ترجيع على القوس او هيك، ممكن انا اطبق طبقه عباره عن 1-2 او 3 حد اقصى دوزيام على كامل الاسنان بلون ثابت.
ما بتعطيني جمال الفينير. مستحيل تعطي جمالية الفينير. الفينير بيعطي جمالية أعلى بكثير من اللومينير. اللومينير اللومينير كثير محدود، يعني فقط تغيير لون للأسنان. يعني أسنانك نفسها تغير لونها للون الفاتح بس. طيب دكتور، كمان اليوم حتى عملية تبييض الأسنان اللي كانت سابقاً، نعرف زمان كانت مواد يدوية أغلبها وكان الليزر شوي أقل استخدام، وهلأ صرنا عم نشوف لا، صار عملية تبييض الأسنان صار تأخذ مراحل، صارت تعطي نتائج جيدة جداً لكثير من الناس اللي أسنانهم شكلها مثل ما قلت جيد وما لهم بحاجة، يمكن بدهم بس تفتيح شيء بسيط لدرجة اللون. تمام. هلأ تبييض الأسنان بيفتح الأسنان بحدود 3-4 درجات حد أقصى من الأسنان. ممكن تغني عن اللومينير مثلاً؟ هلأ بالنسبة للون هو قناعة شخصية عند المريض. هي مشكلة اللون، نحن بنعاني مع المريض كثير بانتقاء الألوان. صحيح. المريض دائما بده أبيض أبيض أبيض، وصار مع الأبيض أبيض بيطلع واضح يعني أنه هو تجميل. صحيح. بدنا شيء يناسب لون البشرة، هي من ضمن الأخطاء اللي بتصير بالشغل. انتقاء اللون ما يكون، يعني بنحاول نحن نعطي رأينا، بالنهاية المريض هو اللي بيفرض اللون. صحيح. بس نحن بنعطي رأينا باللون، الأفضل لك لون بشرتك، لون عيونك، الأفضل لك أنت هذا اللون. أنت بدك هذا، أوكي على مسؤوليتك، بس أنا أعطيتك نصيحتي. ساوينا هذا اللون. بالنسبة للتبييض ما بيعطيني نتائج الفينير أو اللومينير باللون. اللي ممكن ناخذها في حال حبينا ألوان بيضة. بيعطيني يعني كان بياض الألوان البيضة اللي كنا نشوفها قبل 10 سنين أول يعني. ما بلش الفينير. هلا عم نشوف لا، في اعتدال شوي بالألوان، يعني حتى الناس اللي كانت عاملة أبيض كتير غيرت بدلت الدرجات، وقد هي نقطة كتير مهمة يعني. تمام. مو بالضرورة نمشي مع السوق، في شيء منه مقبول يعني، لما تشوف أسنان كتير بيضة حتى موجع للعين بتحسها قاسية ما بتعطي جمالية، بس إنه هي موضة العالم بتمشي فيها. هلا عم نركب فينير بلون طبيعي. هلا من صحيح. اسبوع ركبت حالي بلون طبيعي، ما بدها تبين فينير. لون الاسنان نفسه، يعني المريض بده يطلع انه ما بدي اعمل اسناني شوي فيها مشاكل، بدي لون طبيعي. اوكي، بتعملي فينير بلون طبيعي، بيطلع المريض بابتسامه حلوه طبيعيه ما فيها اي مشاكل. بنرجع لموضوع التبييض. التبييض بفتح لدرجه اللون الابيض الطبيعي. اللي هي درجات اللي نعرفها نحن الـ A1 والـ B1. صارت المرضى أغلبها تعرف دليل الألوان وحافظين تقريبا. لأنه في عندي ألوان بالسن جوا أنا ما بقدر أني أغير لون السن الداخلي، كثير صعب تغييره. لما بطبق مادة التبييض، اليوم مبدأ التبييض عمليا هو مبدأ واحد، هي مادة تعتمد على مبدأ الأكسدة. تمام. مادة هي بيروكسيد هيدروجين بتركيباتها المختلفة وأشكالها المختلفة وقوامها المختلف بين الشركات وحسب طريقة التصنيع. طريقة التطبيق هي بتكون إما كيميائية أو ضوئية أو عن طريق الليزر. المراحل كلها متشابهة، هي هالمادة بتحرر مادة اسمها الأكسجين الوليد بقلب السن، بيأثر على المواد العضوية شوي ويسحب لها الصبغة الموجودة جوا وخالصين. تكرارها بيأذي الأسنان؟ إيه طبعاً. سحب المواد العضوية وأذاها كثير من السن ما له شيء كثير منيح. استعمال الجائر للتبييض كثير مؤذي، الناس خاصة التبييض المنزلي. المريض خارج نطاق السيطره بنسميه، برات العياده يعني يبيض بالبيت ما بنعرف شو عم يساوي. بتقول له 3 أيام 4 أيام حسب الحاله اللي بدك اياها، ممكن يضل يبيض 10 ايام او 15 يوم ما بيقتنع، بده يضل يبيض. ويلا كل ما زودت كل ما كان عم ناذي، يعني ممكن السن يصير في قصف، يصير في شويه تكسيرات بحواف الاسنان. صحيح. الاسنان تصير قصفه. غير هيك اذى الطبيب ممكن يعمل لي الم غير ردود، يعني لما بتصل لمرحله احتقان العصب يستمر عندي احتقان العصب لفتره كثير طويله، ممكن يتحول عندي لالتهاب عصب. مراحل الالتهابات اللبيه ببلش من الاحتقان، ممكن تتحول لالتهاب بعدين، ممكن يصير في عندي اذى بالانسجه حول السن. ماده التبييض تسربت لمنطقه الاعناق الاسنان لفترات كثير طويله، ممكن تعمل لي امتصاص بالجذور. انا كثير بدي انتبه على النقطه. طب في قد ايه بتنصح بتبييض الاسنان بحيث يعني ما يكون في مبالغه او نخسر يعني حمايه السن؟ تماما، يعني فينا نحكي مثلا بيضنا نحن هلا، فينا ممكن نعمل جلسه تدعيم بعد 6 شهور. تمام. يفضل هو كل سنه لسنه ونص نعمل جلسه اذا بدنا نعمل تبييض بشكل دائم. ما يكون اقل من هيك. طيب دكتور، اليوم موضوع الاسنان موضوع كثير طويل وبينحكى عنه كثير، ويمكن كمان في ناس بتعاني من بعض الالتهابات باللثه دائمه فبتاثر على شكل الاسنان. بنسمع احيانا انه في ناس بحاجه انها تزور طبيب الاسنان غير ناس لانه مثلا لعابه بيعمل تصبغ. خلينا نشيل المدخنين على جناب واللي بيشربوا كافيين كثير او شاي، هدول معروفين. في ناس بتيجي بتقول لك انا ما بشرب دخان، ما بشرب ارجيله، ونسكافيه ما بشربه ابدا، قليل لاشرب، بشرب شاي بس بطريقه معتدله، ومع هيك اسناني بياخذوا لون. فبنسمع جمله انه لعابه
بيعمل تصبغ، مزبوط هالحكي؟ هلا بالنسبه للون الاسنان او التصبغات اللي بتجي على الاسنان، تصبغات خارجيه، خلينا نحكي في شيء تصبغات داخليه، هي بتصير مرحله تكون الاسنان وبناء الاسنان، هي شيء ثاني دوائي او ممكن يكون له علاقه بفلوره المياه. بدنا نحكي على التصبغات الخارجيه اللي بتترسب على الاسنان، ممكن يكون تدخين، ممكن يكون ارجيله، كل هي المستحضرات اللي فيها نيكوتين ممكن تعمل تصبغ بالاسنان اذا ما اعتنينا. اذا في حال ما مندخن نحن، ممكن المريض بيتناول ادويه بتعمل ترسبات، مثل شو هي هي الادويه؟ فيتامينات، الحديد، بتعمل شويه ترسبات على الاسنان. بالاضافه لشيء عندنا اهم شيء نحن، البطاقات اللي بتشكل على الاسنان اللي هي بتسبب لوائح جرثوميه. شو بسموها، القلح ولا؟ القلح هو ترسبات كلسيه على الاسنان. كلسيه من اللعاب بتجي ولا؟ تماما، مصدر الكلس بيكون يا اما مصدره لعابي او مصدره لثوي. عندي الكلس اللي بيترسب على الاسنان بيكون عند مداخل فتحات الاقنيه اللعابيه تماما، بتسرب اللعاب على الاسنان، بيترسب المواد المعدنيه الموجوده فيه على اللويحه الجرثوميه الموجوده على سطح السن وبتتمعدن وبتبلش تتكلس وتزيد. هي بتطلب ازاله كل ست شهور بالعياده. في عندي قلح ثاني مصدره اللثه، هذا بيتشكل ضمن منطقه ميزاب اللثه المحيطه بالسن، هذا بيجي لونه على بني كستنائي صاير، بيجي تحت اللثه. هلا هذا أسوأ من المصدر اللعابي لانه هذا ما بيبين لحتى تراجع اللثه وينكشف، سبب لي تراجع اللثه هذا، وهذاك سيء اذا ما انشاف كمان بتتراجع اللثه، صار اسنانه يوجع. تماما. بالنسبه للسبب، التصبغات الموجوده بالفم هي اغلبها بتسببها جراثيم اسمها جراثيم ملونه، بتسبب تصبغات، ممكن نلاقي تصبغات خضراء، ممكن تصبغات برتقاليه اللون، تصبغات سوداء، هي كثير بنشوفها خاصه عند الاطفال. على حواف الاسنان تلاقي خطوط سوداء، هلالات سوداء على كامل الاسنان، طبعا هي ما تسوسات، هي عباره عن صبغه خارجيه بتنشال، لها علاقه بالفلورا الفمويه. جراثيم من طبيعه الفم يعني ما فينا نلغيها نحن. صحيح. بس في جراثيم تطغى على جراثيم، ممكن تغير الفلورا. نحن هون بنلجا لتغيير بعض العادات، مثلا معجون الاسنان او المضامد، نغير الانواع لحتى طريقه العلاج بتكون مختلفه. وقتنا خلص معك دكتور، اكيد بالختام بدنا نتشكرك وناكد هي الاهتمام بالاسنان هو اهم شيء منذ الصغر لتحصل على اسنان سليمه وصحيه. شكرا كثير. شكرا لكم. شكرا لك دكتور. صباح الخير. أما هلأ نور، صار الوقت لننتقل لغرفة الأخبار للتعرف على آخر المستجدات على الساحة السياسية محلياً عربياً وعالمياً مع زميلتي شيرين مصطفى. صباح الخير شيرين. صباح الخير سلمى. صباح الخير نور. مشاهدينا، موجز لي أهم الأنباء بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. أكد رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى الاجتماع الدولي 19 بصيغة أستنا الدكتور أيمن سوسان أن العالم يشهد المزيد من التصعيد بفعل عقلية الهيمنة والتفرد بالقرار الدولي الذي يقود سياسة الإدارة الأمريكية، وأن سوريا عانت من هذه السياسات لفرض الوصاية والتبعية عليها ومصادرة قرارها السياسي. وأضاف سوسان أن الإدارة الأمريكية استخدمت كل ما في جعبتها من أكاذيب وافتراءات وتضليل إعلامي، وجلبت الإرهابيين من أكثر من 90 دولة لقتل السوريين وتدمير منجزاتهم، وهي تستمر اليوم في إرهابها الاقتصادي عبر الإجراءات القسرية أحادية الجانب وسرقة النفط والقمح السوري. إن الوجود الأجنبي غير المشروع على أراضي الجمهورية العربية السورية سواء الأمريكي أو التركي أو غيره هو انتهاك سافر للقانون الدولي ويجب أن ينتهي فورا دون أي شروط، ناهيك عن أنه يهدف أساسا إلى إعاقة توطيد الاستقرار في سوريا وإجهاض الإنجازات الميدانية التي تحققت على صعيد مكافحة الإرهاب وإعاقة عملية إعادة الإعمار. إن الأفعال التي يرتكبها الاحتلال الأمريكي والتركي وفي مقدمتها توفير المظلة والرعاية والدعم لفلول المجموعات الإرهابية وقطع المياه المتكرر عن المواطنين في الحسكة
يشكل خرقا فاضحا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وهي أفعال ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وإن المجتمع الدولي مدعو لإدانة هذه السلوكيات الخارجة عن القانون الدولي. وكان البيان الختامي للاجتماع الدولي 19 بصيغة أستانة حول سوريا أكد أن الدول الضامنة جددت التزامها الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها. وقال البيان أن الدول الضامنة تدين هجمات التنظيمات الإرهابية في سوريا وتؤكد ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، مشددا على رفض جميع الأجندات الانفصالية والتأكيد على أن الأمن والاستقرار في شمال شرق سوريا لا يمكن إلا أن يتحقق على أساس الحفاظ على سيادة سوريا وسلامة أراضيها. كما دعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتعزيز مساعداتها لسوريا من خلال مشاريع التعافي المبكر وتسهيل عودة اللاجئين والمهجرين السوريين إلى مدنهم وبلداتهم. وسيكون الاجتماع الدولي 20 بصيغة أستانة حول سوريا في النصف الأول من العام القادم، وقمة رؤساء الدول الضامنة المقبلة سيكون في روسيا. انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية بعد عدة ساعات من اقتحامها لمنطقة قبر يوسف في المنطقة الشرقية في المدينة، والذي أسفر عن استشهاد فتى وإصابة العشرات، فيما تحدث إعلام الاحتلال عن اقتحام مستوطني لقبر يوسف لأداء طقوس تلمودية. وتخلل الاقتحام اشتباك مقاومين فلسطينيين من مجموعة عرين الأسود مع قوات الاحتلال الإسرائيلية. إلى ذلك، قتل مستوطن إسرائيلي وأصيب آخرون بانفجار في محطة حافلات في القدس، في حين أكدت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع انفجار ثان قرب مفرق راموت عند مدخل القدس المحتلة. وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن صهيونيا توفي متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها جراء انفجار في محطة حافلات بالقدس. وفي العملية الثانية، انفجرت عبوة ناسفة في موقف للحافلات في منطقة راموت المدينة متسببة بإصابة عدة صهاينة بجروح. وفي خبرنا الأخير، قتل 10 أشخاص بعد أن أطلق رجل مسلح النار في سوبر ماركت ويلمارت في إحدى مدن ولاية فيرجينيا الأمريكية. وبحسب ما أفادت السلطات المحلية التي أعلنت مقتل مطلق النار أيضا، وقع إطلاق النار في متجر ويلمارت في ولاية فيرجينيا. ولا تزال الشرطة تعمل على تمشيط المبنى، مشيرة إلى أن العملية ناتجة من عمل إرهابي، ومن المرجح أن يكون هذا الشخص قد قتل. ختام الموجز، والآن عودة إليك سلمى. شكرا لك شيرين، ويسعد صباحكم عن جديد مشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا وانضميتوا لنا. عن جديد فقرتنا لليوم رح نحكي فيه عن موضوع بيشكل شيء كتير مهم عند الصبايا والسيدات وحتى عند الشباب هلا، اللي هو خسارة الوزن. تختلف الطرق، في ناس بتميل للنادي، في ناس بتميل للأمور العلاجية الجراحية، أحيانا نسمع كثير هلأ صار عن عمليات قص المعدة وما إلى ذلك، وفي ناس بتلجأ للأدوية لا خسارة الوزن، لا اعتقادها أنه هاي الأدوية هي حل بديل، بقدر أكل وباخذ الدواء فبخسر الوزن. بخسر الوزن وبوفر وقت وبوفر ضغط، بس أدوية التنحيف هي أدوية ذو حدين، يعني يجب دائما استشارة الطبيب. دائما بنشوف مثلا أي صبية حابة تنحف حالها، رفيقتها ممكن أخذت دواء تنحيف، تلاقي ظريف ممكن هي تجربه بدون استشارة الطبيب، إلى آثار إيجابية وسلبية. قديش مهم اليوم إذا بدنا نتوجه لأدوية التنحيف يكون في عندنا دكتور أو استشاري يستشيره بكل هالتفاصيل. نحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الصيدلانية نورين القولي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، يسعد صباحكم. صباح الخير دكتورة نورين. خلينا نبلش مع حضرتك، بنسمع كثير عن أدوية التنحيف، ويمكن من سنين بلشت كل شركة تتبارى مع الشركة الثانية، أنا عندي دواء طبيعي، أنا عندي دواء مجرب. خلينا نحكي عن خاصية دواء التنحيف بالأساس، شو تركيبه الدوائي؟ أكيد بالبداية
صباح السادة المشاهدين. لنعرف نحن، أنا كشخص أساسا وزني مرتفع أو أنا أعتبر من بعاني من السمنة أو لا، ففي مقياس اسمه مقياس أو مشعر كتلة الجسم بيقدر أي شخص يحسبه بالبيت، هو وزنه على مربع طوله. بيعطينا أرقام، هذا الرقم نحن عنا بين 18.5 لل 25، معناتها الإنسان طبيعي. وزنه بالرنج الطبيعي. صحيح. طبعاً بدنا نعمل حسابنا أنه هم بيحسب نسبة الدهون أو نسبة العضلة بالجسم. صحيح. الكتلة العضلية، بس هو تقريباً مقياس بيوضح لنا نحن إذا كان الشخص طلع الحاصل فوق ال 30 فوق تقريباً، يعني نحن وصلنا بال 30، فنحن هذا الشخص بيعاني من السمنة ولازم نحن نلاقي طريقة لحتى نخفض من وزننا. طبعا في كتير أدوية صارت جديدة وعم نعاني منها أكيد، مثل ما تفضلتي حضرتك أنه تشوف صديقتها نحفت فعطيني جربه أو دليني من وين، أو هذا عشبي أو لا. نحن بدنا ننتبه كتير على هذا الموضوع، لأنه حتى الأدوية العشبية إلى آثار جانبية مثل أي دواء كيميائي، بتسبب اعتياد، بتسبب مشاكل صحية، بتسبب آثار جانبية أكيد مليون بالمية. طب خلينا نحكي عن أدوية التنحيف، هي نقطة نركز عليها شوي اليوم، لأنه بتلاقي حتى بيكون دواء مرخص، يعني بتشوفي الإعلان مبهر تخسري وزن خلال شهر 7 كيلو 10 كيلو، وفي هيك تنافس بين الشركات الأجنبية والعالمية. خلينا نحكي عن خصائص أدوية التنحيف وقديش مهم استشارة، يعني ما أخذ دواء بدون ما أستشير طبيب، لأنه في ناس عندها بيكون ممكن مشاكل بتكتل الدهون بجسمها، في عندها مشاكل ممكن لازم تقوم بعمل تحاليل قبل تناول أي أدوية. هي نقطة كتير مهمة لكل الصبايا، لأنه بالآونة الأخيرة عم شوف في هاجس وهوس، مو فقط أكيد. انه انا يعني نصوحه شوي، لا بدي جسم مثالي، بتلاقيهم فورا بيروحوا على ادويه التنحيف القاسي على الجسم. صحيح. هلا نحن لنعرف دواء التنحيف كيف بيشتغل، بدنا نعرف نحن ليش عم بيزيد وزننا. هلا الشائع انه نحن عم ناخذ كالوريز اكثر من اللي عم نطرحهم خلال صحيح. اليوم. يعني مثلا انا عم باخذ 4000 وحده مثلا، هو وعم بطرح مثلا انا او عم بحرق 1500 فقط، فانا لازم واحد يعمل او مثلا 1000. فنحن الشخص لازم يعرف انه هو السبب السمنه هي اما من الاكل او من الحركه عم بتكون قليله او ما في جهد لحتى نحن نحرق كالوري. فالعالم شو بتعمل؟ بتتوجه للادويه لانه هي اسهل، طبعا اسهل من الرياضه، اسهل من الاجراءات الثانيه او من اتباع دايت. هلا الادويه التنحيف خلينا نقول عن فئه تاني كتير معروفين. أول فئة هي الأدوية اللي بتقطع الشهية. الأدوية اللي بتقطع الشهية في جزء منها انسحب عالميا لأنه عندها أعراض جانبية كتير كبيرة. هي بتكبح الشهية، فالشخص ممكن ما يأكل خلال النهار، أكيد بينحف مليون بالمية، يعني هو مع الوقت أو بس بتأثر على مراكز بالدماغ. صح، هي بتأثر وبتعمل نحف، ولكن هي بتأثر على الشخص، بتأثر على الجهاز العصبي، فهو بلاقي الشخص تماما بصير عصبي، بصير بينضغط، بحس باكتئاب، ممكن يفوت بحالة اكتئاب. بتأثر على جهاز الدوران، فهو ممكن يصير معه خفقان بالقلب، ممكن يؤدي لمشاكل مثل ارتفاع ضغط، مشاكل صحية كتير خطيرة. فهي أدت أنه جزء منها انسحب عالميا. هي جزء منها للأدوية. في الجزء الثاني يلي هي في كمان أدوية، هي أدوية بتعالج الإدمان، ولكن أثبتت أنه هي ممكن تكبح الشهية كمان. كمان ممكن تسبب عنا اعتياد للشخص، يعني يصير هو ما يقدر يعيش بلاها، كمان هذا الشيء سيء. وفي عنا فئة من الأدوية التنحيف اللي هي بتطرح الدسم أو الفات للشخص، ما بيأخذ قبل الأكل. مليون بالمية. في أدوية بتأخذ قبل الأكل بنص ساعة تنحيف. هي هي الأدوية اللي هي بتطرح الدسم، تتأخذ قبل الأكل، قبل مثلاً الوجبة الدسمة أو الوجبة الكبيرة، خلينا نقول وجبة الغداء، فهي بتطرح كل شيء دسم، نحن ما بنمتصها بتنطرح. كمان هي بتساعد على التنحيف، ولكن في لها آثار جانبية سيئة وبتضايق الشخص يلي هو ما عاد يقدر يتحكم بدخوله على الحمام بداية، بصير عنا غازات، بصير في عنا تلبك بالأمعاء. على المدى البعيد هي كمان ما ننسى أنه الأدوية التنحيف هي تراكمية، فنحن دائما وقت عم ناخدها يوم بعد يوم بدها تأثر. مثلا نحن في عنا فيتامينات منحلة بالدسم، أنا اليوم وقت عم بطرح الدسم من جسمي فكل هاي الفيتامينات عم بتروح.
اكيد بصير معي نقص فيتامينات وفوت بمشاكل ثانيه. كمان في عندنا مشكله انه هي ممكن تاثر على التكوين تبعيه الامعاء، يعني ممكن تؤدي انه تخف الذغابات المعويه. صحيح. فكمان بتساعد، بصير في عندنا تلبك معوي، بنصير ما بنقدر ناكل اي شيء، وبصير في عندنا تعود عليها كمان. فانا للصراحه هي الادويه بنصح فيها وما بنصح فيها، اكيد الطبيب حيكون ادرى. هي منصوح فيها لفتره معينه، يعني تكون فتره انتقاليه للشخص لحتى يفوت بالدايت او يفوت بالطريق السليم لانقاص الوزن، ولكن نحن ما بننصح فيها بشكل دائم. يعني قصدك دكتور انه ما نعتمدها كوسيله دائمه، ممكن تهيئ للجسم وخصوصا فاقد الشهيه للناس اللي ما عندهم كنترول على أكيد الأكل. أكيد يعني نحن بننصح فيها مثلا لفترة معينة، ما بننصح فيها لفترة طويلة. ممكن مثلا شخص اللي ياخذ الأدوية اللي بتطرح الدسم ممكن خلال الأسبوع مثلا هو ما ياخذها، بس ويكون محافظ على الدايت تبعيته، مثلا عامل دايت مع أخصائي تغذية أو دكتور ومحافظ عليه، ولكن عنده فلنفرض عزيمة، عنده شيء يعني عام مثلا بده ياكل فيه، أو عنده يوم فري بس هو عرفان بده ياكل فيه وما بده يمتص الدسم، فممكن نلجا لهي الادويه، ولكن ما نلجا لها اكيد على مدى بعيد طبعا. طب خلينا نروح على الادويه الطبيعيه، يعني بتقول لك في اعشاب هي بتنحف، وكنا نسمع عنها بالاونه الاخيره من 10 سنين في عشبه درجت بشكل كثير كبير انه اذا بتشربيها بتنحف بتطلع لها اثار صحيه سلبيه سيئه طبعا على الجسم. خلينا نحكي عن نقطه، مش كل شيء اعشاب طبيه هو سليم انا فيني اتناوله بدون استشاره طبيه. انا بس لاوضح شغله للمشاهدين انه نحن الادويه اجمالا او المواد الكيميائيه اساسا هي اتاخذت من الاعشاب. صحيح. يعني نحن اليوم الاعشاب هي المصدر للدواء بدايه، يعني من زمان ما كان في شيء اسمه دواء، كانوا يتداووا بالاعشاب. فاليوم الأدوية الأعشاب عفوا إلى نفس خواص الأدوية، إن كانت خواص فعالة وبتساعدنا أو إن كانت خواص سلبية. صحيح. أكيد. هلا أنا ما بنصح بالأدوية العشبية أو بالتراكيب العشبية لأكثر من جهة. أول شيء نحن ما دائما ممكن نعرف مين المركبة وما نثق فيه، يعني يعني انا اليوم ممكن ما يكون صيدلاني او ما يكون مختص على العطار مليون بالمية. هي اول شغله. ثاني شغله انه مو الكل بيصرح عن المواد الموجوده، يعني انت اليوم الدواء في نشره، نحن في عنا الاف دي اي، في عنا جهات مختصه مجبرين يذكروا الادويه الداخليه يعني التراكيب الموجوده بهذا الدواء. نحن بالاعشاب لا في نشره لا في باكجينج لا في طريقه، ما في شيء. العشبه السحريه للتنحيف تماما، يعني كيف بدي اخذها، كيف بدي اتناولها، مو شو ممكن تسبب لي. صح. مثلا انا اذا صار معي ارق فلنفرض او صار معي مشاكل، انا منها ولا مريضه ولا داني. ما فيني اعرف. كمان هي شغله. كمان شغله ثانيه بتخص ادويه التنحيف العشبيه، اغلبها هو بيشتغل على مستوى الملينات، يعني هي بتطرح السوائل من الجسم مع هالاكل، معها سوائل الجسم الاساسيه اللي هي المي، يعني احنا جسمنا مؤلف ثلاث ارباعه من الماء، فانا وقت عم بطرح الماء من جسمي مع الاكل انا بلاقي حالي نزل وزني، يعني انا فعليا على الميزان عم بينزل وزني، ولكن انا هيك عم بعاني من نقص شوارد، بعاني من سوء امتصاص، بعاني من مشاكل كثيره، بصير عندي تعود مثل ما حكينا، مشاكل على مستوى الامعاء، مشاكل على مستوى الجهاز العصبي، فانا ما كثير بفضل اكيد، وهي قطعة بتعمل تعود. فكمان انا ما بفضل ابدا الاعشاب بموضوع التنحيف للصراحه. دكتوره طيب خلينا نحكي عن شيء ثاني اللي هو اليوم كثير بنشوف انه في ناس عندها نظام رياضي صحيح، ولكن ايضا في ادويه بتتاخذ صارت في ناس مو بس لتنحف، في ناس لتسمن. صح. هاي العشبه بتسمن، هاي العشبه بتعطي نصحه للوش، هاي العشبه اذا حدا عامل مثلا عمل جراحي او صاير معه مشكله ونحفان وشه بقول لك هاي العشبه بتعطي. كمان في ادويه صارت تعطي مفعول عكسي، يعني مو بس في ناس تاخذ للتنحيف، في ناس بتاخذ للتنصيح. صحيح. نحكي عنها كمان ومضاره. هلا الاشخاص اجمالا بيعانوا من مشكلتين، اما سمنه او النحف. فاكيد المشكلتين لازم نلاقي لهم حل، ولكن الحل مو عن طريق لا الادويه ولا الاعشاب. يعني نحن مثل ما حكينا ممكن تكون فتره انتقاليه، ولكن بعدين نحن لازم نتابع بطريقه صحيه. يعني يكون الشخص اول شيء واقف عند طبيب او واقف عند اخصائي تغذيه، او مثلا بمركز الرياضه واقف عند كوتش مختص دارس
يقول له كيف لازم هو يتابع هذا الموضوع. طبعا ان كان بالسمنه او ان كان بفقدان الشهيه او الشخص بيعاني من النحف، نحن الحل الطريقتين بنلاقيهم برياضه او بنلاقيهم بطريقه سليمه بنقدر نوصل للنتيجه اللي بدنا اياها، اكيد عن طريق الرياضه وعن طريق الدايت الغذائيه طبعا. طب بس فينا نقول انه ادويه التنحيف ما بتنصح فيها نهائيا، ولا ممكن مع استشاره لفتره معينه وجيزه بنبلش فيها ممكن فينا نقول النظام وبعدين نتجه للنظام الغذائي والرياضه؟ لا نحن اكيد مو ما بننصح فيها، ولكن الطبيب هو الافضل انه ياخذها. انا ما بنصح فيها، المشاهد بالبيت يروح مثلا مع استشاره الصيدليه ياخذ دواء، لازم يسال طبيبه بغض النظر مين هو الطبيب اللي ينصحه فيها. هلا كمان خلينا نذكر في ادويه بتخفف حساسيه الانسولين او بتنظم افراز الانسولين كمان بالجسم، كمان مرت فتره كل العالم تاخذها صح، لانه هي بتخف يعني بتخفض الانسولين والسكر، بس كمان في لها اثار جانبيه انه هي ممكن الشخص يفوت بصدمه نقص سكر، كمان هي ممكن تكون مفاجئه، ممكن كمان تؤدي لاثار اذا شخص داخ ممكن يوع ينصاب، ممكن يعني لازم في لها اشراف او يكون عن طريق طبيب. فانا ممكن الشخص ياخذ اكيد الادويه وهي اكيد حل لفتره معينه، ولكن اكيد عن طريق اخصائي طبيب صيدلي او اخصائي تغذيه. دكتوره نورين بختام حديثنا اليوم نشكرك على كل المعلومات، نتمنى كل السيدات والصبايا اللي عم بيتابعونا يكونوا استفادوا منها، شكرا كثير لك. ميرسي، اهلا. شكرا لك. اما هلا مشاهدينا بننتقل لمادتنا التاليه وتحديدا للاذقيه، حيث اقام مجلس الشباب السوري بالتعاون مع منظمه الصحه العالميه ندوه علميه نشر التوعيه حول مقاومه الميكروبات للادويه في جامعه المناره باللاذقيه. التفاصيل مع مراسلنا باللاذقيه مصطفى خضور. أطباء وأخصائيون بمضادات الميكروبات يسلطون الضوء على أفضل الممارسات الصحية خلال ندوة علمية في جامعة المنارة باللاذقية. الندوة ثمرة تعاون مع منظمة الصحة العالمية ومجلس الشباب السوري لنشر التوعية حول مقاومة الميكروبات للأدوية. حددت منظمة الصحة العالمية كموضوع مقاومة الصادات الحيوية كأكثر 10 تهديدات عالمية للصحة العامة بشكل عام، اللي بيؤدي لحوالي المليون وفاة من كل عام، بكبد خسائر اقتصادية حوالي الواحد مليار دولار من كل عام. كمجتمع داخلين بأمراض كثيرة وأوبئة كثير، وأكيد المضادات الحيوية إلى دورها الهام، لكن استعمالها بشكل خاطئ أو بشكل غير منطقي أو العلاجات هلأ عم تصير هي الندوات يعني التعليمات العلمية مثل ما بيقولوا أنه أنت تستعملي الدواء لآخر وقت، تستعمليه بالجرعة الأساسية. رح نتوجه من الجامعة بداية لكوادرنا الطلابية أو خلينا نقول للطلاب الموجودين عنا بمنطلق هي التوعية من خلال التوعية بالاستهلاك الرشيد والحكيم للصادات الحيوية، وخاصة نحن اليوم بمرحلة عم تتزايد فيها آليات هي المقاومة. هذه المحاضرات وهذه المعلومات ستفيد كادرنا الطبي وخاصة الصيدلي من إعطاء وتناول الأدوية بشكل عشوائي. هذه التناول سيأتي يوم في استعمال هذا العشوائي في الدواء إلى عدم تأثير أي صاد حيوي على أي مرض. تشبيك مع منظمات أممية ومع جمعيات أهلية لمعرفتها وإدراكها لهذا الدور الهام المنوط بالجامعات السورية. دور المجتمع الأهلي كتير مهم بهيك فعاليات، لأنه هو بيساعد بالانتشار التوعية وبيساعد انه الهدف من هاي الفعاليات انه يوصل للمجتمع بشكل اكبر. هاي المحاضره كانت كثير مهمه لحتى نعرف نحن كطلاب او من خلال تواجدنا بالصيدليات نحن عم نشوف صرف عشوائي كثير للصادات الحيويه وعم يكون في اثار كارثيه. كنا بحاجه لهيك ندوه، نحن الصادات موضوع كثير مهم، وانا كطالبه عم لازم كثير عم اتعرض لمواقف الناس عم تجي فعلا هي عم تاخذ صادات بشكل عشوائي منها لحالها، العالم نحن عم صح وهي ما عم تقتنع. تقدم هذه الندوة للجمهور وراسمي السياسات في المجال الصحي آخر ما توصل إليه العلم في هذا المجال، وخاصة مع انتشار الأوبئة حول العالم.
وبعيد كثير عن الموضوع اللي كنا عم نحكي فيه قبل شوي نور عن خسارة الوزن. صحيح. وبعض أنواع الأدوية وإذا مفيدة أو مضرة أو لا. رح نبقى مع السيدات والصبايا وهي الفقرة مخصوص للشيء اللي صرنا عم نسمع عنه حاليا كثير اللي هو نحت الجسم من خلال الرياضة، تمارين الرياضية قديه مهمة. وعالميا اتفق كل الاختصاصيين والأطباء بالعالم أنه الرياضة هي يمكن أهم وسيلة وأكثر وسيلة آمنة للحصول على جسم وصحة جيدة مهما كان عنا حتى أمراض. فالرياضة بكتير أوقات هي تعتبر جزء من العلاج. أكيد، لأنه الرياضة حياة سلمة، كلياتنا نطمح لنحصل على جسم مثالي. اليوم بنشوف كثير من الصبايا بتتجه للرياضة لنحت الجسم بعيدا عن كل الوسائل يمكن بتكون بالسوشيال ميديا دعائية هي، بس ما في نتيجة أساسية. صحيح. لصحة وسلامة الجسم. الرياضة بالإضافة للنظام الغذائي الصحي، كثير من التمارين الرياضية بتساعدنا لبناء عضلاتنا ولنحت جسمنا بطريقة رياضية وصحية وسليمة. أكيد رح نحكي عن هذا الموضوع أكثر مع الكوتش إبراهيم محمد. يسعد صباحك. صباح النور. أهلا وسهلا. صباح الخير كوتش. أهلا صباح النور. خلينا نبلش اليوم نسمع كثير عن هاي الشيء صار شائع انه انا اختلف جسمي ماني بحاجة عملية نحت، عملت نحت من خلال النادي وبعض التمارين الرياضية، هل صحيح هذا الشيء؟ هلا هذا الشيء صحيح اكيد. هلا نحن بالنسبة لنحت الجسم، شو هو كلمة نحت الجسم؟ نحن بنتخلص من كمية الدهون الموجودة بجسم، تمام، نوصل لجسم مثالي مثلا ونبرز هيك مناطق معينة، مناطق خصر صغير مثلا، ورك حلو مثلا، ايدين مشدودة، انه بنلتزم نظام غذائي مع نظام رياضي محدد انه نوصل لهالنتيجه نحن. بس في عالم عم تبالغ بالموضوع كثير، عم يلجأوا لعمليات ومعمليات تحت الجسم، وهي انا ما بنصح فيها بنوب من كثر المضاعفات وما مضاعفات لها. صحيح. بقى نحن على الرياضه وعلى النظام الغذائي اكيد بنوصل للهدف بدنا اياه. طب خلينا نحكي عن خطوات تدريجيا الكوتش، يعني بالبدايه كيف ببلش بناء العضلات ونحت الجسم؟ اول شيء لنتخلص من الدهون الجسم، يعني مع نظام غذائي ورياضة بنبلش نخسر الدهون كاملة نرجع نعيد بناء العضلات من أول وجديد؟ هلأ أول شيء نحن بنشوف طبيعة الجسم. نحن مثلا إذا الجسم فيه دهون كمية كبيرة بدنا نحاول نتخلص من كمية الدهون، بس هالطريقة مو فجأة هيك دغري إنه نمنع الأكل ونمنع كل الزيوت ونمنع الدهون الصحية، وهي إنه بالتدريج يعني خطوة خطوة يمشي الواحد، مو مثل ما عم يعملوا العالم مثلا بيقطعوا السكر بيقطعوا الدهون كل شيء فجأة بشوفي نحف الواحد بعد فترة صار ضعف ما هو الهين. صحيح. بقى نحن بدنا نمشي بنظام غذائي انه نظام حياة اسلوب حياة طول عمره يمشي عليه الواحد، مو يقطع كل شيء اكل، بالتدريج مع نظام رياضة وممارسة بعد التمارين الرياضية يعني بيوصل للهدف تبعه. طيب دكتور، كثير سيدات بيحبوا انه هن يمارسوا الرياضة احيانا بالبيت بعيدا عن النوادي، وخصوصا اذا حدا عنده شكل جسم لسه ما نو راضي عنه فبيكون بيخجل شوي انه ينزل عن النادي. الاغلبية بنشوف الصبايا اللي جسمهم حلو هن اللي بالنادي اغلب الاوقات. فخلينا نقول هل فيها انه هي مثلا تمر تعمل جلسات معينة؟ تعرف هلا صرنا بنسمع في كوتش بيدرب مثلا خصوصي، فينا ندرب خصوصي فيها، تشوف تمارين على الانترنت تدرب عليها، فشو بتنصح بها؟ انا فيلو اي سيده فيها تلعب تمارين بالبيت، يعني بس يكون عندها مثلا دامبل سيخ مثلا تمارس اي تمارين، عندك اللانجز، عندك سكوات، عندك اي تمرين رياضي، تمارين المعده، تمارين الخواصر بتلعبهم بالبيت. بس كل التمارين الرياضيه بدون اتباع حميه غذائيه ما رح تستفاد شيء اذا بالبيت واللي بالنادي، بس ممكن. صحيح. تلعب بالبيت وبتستفاد على هي على التمارين الرياضيه. بس نحن هو العالم مو عارفين شو هو احتباس السوائل بجسم، يعني شو هو هي الدهون بجسم، انه كيف عم تطلع مثلا هن. هو هي الدهون بجسم انه احتباس سوائل مرفوعه عنده نسبه الصوديوم الاملاح، يعني كل ما ارتفعت نسبه الصوديوم بصير تخزين دهون دهون. نحن شو بنعالجه؟ بالبوتاسيوم. تعملوا تحليل دم بالبداية مثلا؟ شو هو التحليل ممكن يعمله شخص ليعرف إذا عنده احتباس سوائل أو لا؟ بيبين نسبة الدهون، في أعراض له، انتفاخات بالرجلين، في التهاب عقد لمفاوية مثلا، هي المسؤولة هي الإفرازات عنها. إذا كانت العقد اللمفاوي مثلا تتجمع أكثر شيء عند السيدات بالأرداف، منطقة الأرداف والبطن، بتشوفيها مجمعة مثلا مثل قطعة الجبن البيضاء. قد ما لعبت رياضة وما رياضة في شغلة ما بيعرفوها يعني مدربين رياضة، إنه ما بتدوب ولا بتنحف، بتضل هيك يعني مثل قطعة الجبنة. نحن شو بدنا نساوي؟ بدنا ناخذ بوتاسيوم، هي بكون صوديوم متجمع عنده، ناخذ بوتاسيوم مثلا بدنا شيء 4700 ملي جرام باليوم. العالم بتفكر اذا اكلت موزه مثلا حصلت على البوتاسيوم، بدك تقريبا ما يعادل 12 موزه باليوم لتحصل هاي الكميه من البوتاسيوم. لا ياكل هي اذا في انا العقد اللمفاوي اللي موجود عندك بالرقبه بالبطن بالهي، هدول كثير هن اللي بتفرز القصص.
بقى ناخذ نحن بوتاسيوم هو ضد الصوديوم بيشتغل بخفف احتباس السوائل مع تمارين رياضيه بيحصل واحد على النتيجه المناسبه له. طب خلينا نحكي عن النظام الصحي الغذائي بعدين نتجه لنحكي عن التمارين اللي اهمها كيف تبلش مع اي صبيه او شاب حابب فعليا يحصل على جسم فينا نقول مثالي. النظام الغذائي هو مرافق للرياضه. هلا اي نظام غذائي رياضي بده يكون نظام متكامل عندنا، يعني بده يكون بيشمل بروتينات كربوهيدرات ودهون والياف. هلا انا اهم شيء بنصح اهم شيء بالالياف تكون موجوده لانه البوتاسيوم عالي فيها يعني بالنسبه لخساره الوزن، ودهون صحيه مثلا افوكادو زيت زيتون زور سمسم. البروتينات عندنا نوع نباتي وعندنا نوع حيواني، مثلا باخذ منه هو الافضل الحيواني اكيد نسبته اعلى، وكربوهيدرات مثلا بطاطا رز بني هدول القصص ما يعني ممنوع حدا يقطع فيهم وحده. يعني بتشوفي السيدات مثلا بيعملوا حمي قطعنا الرز قطع كامل غلط. كربوهيدرات مثلا قطعنا الدهون الخبز الخبز ممكن نقطعه ناخذ خبز اسمر بديل عنه. يعني نمشي تدريج، والغلط اللي عم يوقعوا فيه اكبر العالم انه تقطع كل شيء عن الجسم. كل شيء عن الجسم بينحف الواحد 10 15 كيلو بالشهر بعدين بينبسط الجسم بيعمل شوف النتيجه فعل. تماما رد بزيد الوزن اضعاف. نمشي حمية متكاملة انه الاربع عناصر فيتامينات موجودين فيها يكونوا الكربوهيدرات والالياف والدهون والبروتينات، ومع التمارين الرياضية بيوصل للنتيجة بده اياها بدون اي حاجة لعملية جراحية. دكتور دكتور معلش يعني بما انه عم نحكي عن مواضيع بالتغذية فاخذ شوي لساني. خلينا نحكي اليوم كوتش، كثير من السيدات بيكون عندها مشاكل صحية مرافقة للسمنة وخصوصا كل ما تقدموا بالسن بالعمر. بنعرف حتى في شباب بيكون عندهم ديسك بعد ان الامراض العظام فبيكون شوي صعب عليهم الحركه، ومع هيك الطبيب بيقول لا لازم تعملوا رياضه لانه في رياضه هي نوع من العلاج الفيزيائي للمفاصل. نحكي عن اهميتها وهي بتنعمل بقلب البيت يعني ما انا صعبه. هلا كل ما تقدم الانسان بالعمر بتقل نسبه عنده افراز هرمونات، بس انه مو ممنوع يلعب رياضه. لان عندي بالنادي مثلا عالم 73 سنه عمره تماما عم تلعب كارديو ساعتين مثلا تمارين رياضية هوائية، تمارين هوائية كلها بتساعد المفاصل وكله، بس مع نظام غذائي يعني كلهم طبعا. يعني العمر انه مجرد رقم ما له دخل كل ما كبر، بس بتقل انتاج تسترون الواحد. يعني بس في رياضات مخصوص للي عنده مشاكل بالظهر او بال اي بالديسك مثلا ديسك بنعالجه بالرياضة نحن مثلا اي رياضة، بس اوزان خفيفة وتمارين محددة انه يعني ما له دخل العمر عندنا. في عالم انه والله انا كبرت بالعمر ما عاد في، لا بالعكس العاب بتستفاد كمان بياخذ نتيجه اكثر. ما له دخل العمر، العمر رقم انا على طول بحكيها هي. طب كوتش خلينا نحكي عن التمارين الرياضيه وبناء العضلات ونحت الجسم، بالبدايه كيف بتبلش مع الصبيه؟ نحن بنعرف تدريجيا يعني كل يوم عضلتين بتبلش، هي بس مراحل طويله، يعني نحن بنقول يوميا لازم يكون التمرين الرياضي او لا يوم ايه يوم لا، ولا لتحصل على نتيجه لازم الالتزام بشكل مستمر؟ هلا انا اي شخص بنت او شاب بيجي عندي انه بشوف شكل الجسم حسب طبيعه شكل الجسم، اذا نسبه الدهون عاليه عنده هذا يوميا، وعنده مثلا يوم راحه بده يكون من هي بالاسبوع اما جسم طبيعي وهي عنده يومين راحه، لانه الراحه مفيده مثل التمرين يعني صحيح. الجسم بيستعيد نشاطه والخلايا العضليه كلها بالراحه. بنشوف البنت مثلا نكتب لها نظام حمي سهل اول شيء مشان ما تمل دغري تمل، انه بنحط مثلا اذا كانت تاكل مثلا باليوم مثلا قطعتين حلو بنعمل قطعه حلو نخفف تخفيف تدريجيا تدريجيا ما بدك تقطع لها اياهم فجاه. هي ما عدت تلعب رياضه بتكره بتقول لك نظام هذا حرمان ما في. نكتب لها برنامج وين في دهون مثلا مناطق فيها دهون بنركز عليها بتمارين اكثر. هي اكثر شيء يمكن عند البطن والورك كل السيدة. السيدات يعني عندك دهون بنسميها نحن الدهون العنيده هون كيف بيتم التعامل معها؟ هي هلا نحن لما بنمسك حميه غذائيه بيجي الجسم شو بيساوي؟ بيسحب هي الدهون بيحرقها وبيحولها لطاقه. مشان هيك نحن بنعطيه حميه للشخص بصير يستهلك الجسم الدهون بيحولها لطاقه، مو انه عم ياخذ دهون من مصدر خارجي. بقى نحن بالطريقه بنحرق مع تمارين رياضية كل ما أنا بتدوب بتصغر الشحوم بتتفكك ليوصل لجسم المطلوب. طيب دكتور برجع بقول له دكتور كوتش خلينا نحكي اليوم عن بناء الجسم بحد ذاته. اليوم الشباب عندهم هذا هاجس إنه يكون جسمه حلو متناسق وعنده عضلات كتافه عريضة أكثر طبعاً من الصبايا اللي هي بهمها بس يكون شكل جسمه متناسق ونحيل القوام مثل ما بيقولوا. اليوم صرنا عم نسمع عن كتير أخطاء صارت عم تصير باستخدام المواد، يمكن الحقن خف لأنه صار ينحكى كثير عن مخاطره تمام. ولكن الأدوية والفيتامينات وبعض لسه لهلا عم نشوف للأسف بكثير نوادي عم بيتم
الشباب عم ياخذوا هاي الادويه بياخذ مظهر جميل بعد فتره اذا قطع بيرجع بينحف وحتى يمكن تصير شكل الكتله العضليه ابشع من وقت ما كان نحيف. صح. هلا بالنسبه لموضوع الهرمونات مثلا نحكي عن الهرمونات انه بيكون شكل وبعد فتره بيقطع، لانه لما الرياضي عم تعطيه هرمون مثلا، نحن ما بنعطي هرمون الا اذا كان حدا عنده بطوله او تجهيز مسرح اجباري بده يعني ياخذ هرمون، يعني ما في بطل عندنا بسوريا مشارك ببطوله غير اخذ هرمون قولا واحدا. بس مو هيدا الشيء هلا هدول على الصحه ولا لا؟ هلا بتكون بنسب مدروسه؟ لا نسب مدروسه ودكاتره وما دكاتره وفي تنظيف بعد ما تخلصي انه الكورس. بس شو عم يصير الشاب وصل لهي الجسم الحلو الدنيا بده يحافظ عليه، بده يحافظ عليه، خلص بطوله ما عاد التزم بشيء، اكله صار اقل نسبه اكل، تخبيص بالاكل كله بيتحول لدهون. اما لما كان هو مثلا عم ياخذ هرمون نظام غذائي يعني محسوب قاسي بدقه عاليه وتمارين وهرمون بده يوصل هذا الجسم. بس اكيد مو اي شخص بياخذ هرمون بيطلع له عضلات، هذا صار له شيء 15 20 سنه عم يلعب، يعني هرمون محفز نمو، مو انه بيطلع لنا عضل. بفكر العالم اذا الواحد بياخذ ابره هرمون بيطلع له عضل، لا هذا غلط هذا الحكي. طب واللي بيكون صالون شهرين ثلاثه وبنشوف شكله اختلف، هذا هون شغله مدرب وضمير. اي عم يصير عم يجي واحد عمره تحت 18 سنه امبارح تفاجأت فاتحين له هرمونات مثلا احد النوادي، قد ايه بتاثر على صحته؟ بتاثر كثير على الكبد وعلى الكلاوي وعلى الانجاب، يمكن يصير معه عقم. ولانه اكيد اللي اعطيها ما نفهمها، لانه لو فهمها ما بيعطيها، لسه مو صار له شهر شهرين، يعني لسه التسترون عنده مو انتاجه بجسم لسه ما مكتمل. طيب كوتش، في كثير من الاجراءات بيقوموا فيها الرياضيين مثل ما قلت، هي مثلا مثل باجراءات مدروسه يمكن مع استشاريين صحيين سليمين او دكاتره، مثل الهرمون وبعض القصص اللي بنسمع عنها، مثلا ابر حقن لتذويب الشحوم هي بتكون بمناطق معدده بالجسم، بروتين صناعي ممكن يترافق هون. هدول الاجراءات خلينا نحكي عنهم لكل الشباب اللي عم يمارسوا الرياضه، قديش مهم مع استشاري، يعني بيكون مثل ما قلنا يمكن حكينا بحلقه سابقه في كوتش ما بيكون كوتش رياضي يعني عامل دوره او كذا، فبيعطي كثير من القصص والتعليمات اللي غير خاطئه وغير سليمه لصحه الجسم. تمام. هلا على طول في مثل بيحكي اعطيه خباز خبزه لو اكل نصه، يعني في صار مثلا كوتشات كثير جداد على اللعبه حتى لو شهادات ودورات، يعني بضل الخبره العمليه احسن انا برايي، يعني قديم باللعبه هلا بالنسبه لموضوع مثلا انه البروتين وما بروتين، انا بنصح انه اللي بياكل اكل نظامي بياخذ احتياجاته من البروتين ما له بحاجه للبروتين. بس في شباب عنده وظائف وشغل وماش انه بيروح، يعني اذا اخذ كاسه بروتين فيها مثلا 25 جرام بروتين بتعوضه عن وجبه غذائيه بديل عن وجبه، مو بديل الاكل. انا مفكر انه بدال الاكل، لا هذا غلط. هي بالنسبه لموضوع البروتين، بس مو انه مضر، يعني مثل السيرلاك تبع الاطفال بتعطيه الام لابنها بس مو بديل طعام، يعني ما في اهم من الاكل الطبيعي. صحيح. نجي لابر حارق الشحوم. هلا ابر حارق الشحوم هي ماده اسمها الجرانتين، هي بنعطيها نحن تحت الجلد بالبطن، بتساعد بعمليه حرق الشحوم. بس قديش مهم مصدره يكون سليم، هي النقطه. مصدره هلا يعني من الصيدليات موجوده فيها، بس قد ايه مهم انه اذا ما التزمت بحمي ما تستفادي شيء. انه في بيجوا بنات انه بدنا ابر حارق شحوم للبطن، تعطيهم بالبطن تخلص منهم تاكل قطعه حلو، تاكل جاتو، ما راح تستفاد شيء. صحيح. يعني كله اخر شيء مرجوع كل الرياضه اذا ما اتبعتي حميه غذائيه هو الالتزام بالغذاء. بالغذاء ما راح تستفادي شيء منهم. اكيد. اليوم كوتش اعطيتنا معلومات كثير مهمه، بنتمنى الكل يكون استفاد منها، ومثل ما قلنا بالبدايه الصحه اساسها اللي هو الاعتناء من داخل الجسم ومن خارج الجسم ايضا بالرياضه. شكرا كثير لك. اكيد بدنا نشكرك كوتش ابراهيم محمد على وجودك معنا، دائما في معلومات مفيده، وحضرتك بطل الجمهوريه كمان، نعتز ونفتخر بوجودك معنا بصباحاتنا. شكرا كثير لك. شكرا لك كوتش. ما هلا نور رح نروح للحسكه تحديدا، واحتفاء باليوم العالمي للطفل اقامه جمعيه سنابل الامل الخيريه نشاط منوع تضمن اقامه معرض لرسومات الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، اضافه لنشاط ترفيهي ومسابقات بهدف تعزيز الثقه في نفوس الاطفال. له تفاصيل مع مراسلنا احمد حمدوش. احتفاء باليوم العالمي للطفل، أقامت جمعية سنابل الأمل الخيرية نشاطا منوعا تضمن إقامة معرض لرسومات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى نشاط ترفيهي ومسابقات وندوة حول تعزيز الثقة في نفوس الأطفال. جمعية سنابل الأمل الخيرية بحكم لديها مركز للمعاجل في زيل ذوي الإعاقة، وأحد أهدافه هو الاهتمام بذوي الإعاقة، حبت تسوي نشاط اليوم من عدة فقرات، طبعا شعرية غنائية، بالإضافة إلى معرض رسوم الثاني لذوي الإعاقة. هذا المعرض اللي لقى
طبعا نجاح واستحسان عند الأطفال ذوي الإعاقة لما له من أهمية من أجل إفراغ ما بداخل ذوي الطفل ذوي الإعاقة برسومات على الورق. مدير الشؤون الاجتماعية والعمل إبراهيم خلف أوضح أن عددا من الجمعيات الخيرية في المحافظة نفذت فعاليات مختلفة احتفاء باليوم العالمي للطفل لصناعة الفرح في قلوب الأطفال وتحدي الظروف الراهنة. تقيم الجمعيات الأهلية التي تعنى بالأطفال عدة أنشطة بمناسبة هذه الاحتفالية. الآن نحن في مركز سنابل الأمل التابع لجمعية سنابل الأمل الخيرية. المركز هو مخصص للمعالجة الفيزيائية وللدعم النفسي للأطفال. الاحتفالية تشتمل على احتفالية غنائية وشعر ومعرض لرسومات الأطفال من ذوي الإعاقة، إضافة إلى استعراض قصص نجاح لأطفال استطاعوا أن يثيروا واستطاعوا أن ينطقوا من خلال جهود هذا المركز الذي يعمل بدون أي داعم دولي. طبعاً حاولنا أن نستخدم الرسم لتفريغ الطاقة السلبية للأطفال، والحمد لله يعني طلع إنتاج حلو رائع. النشاط الذي أقيم في مركز المعالجة الفيزيائية التابع للجمعية والمخصص لذوي الاحتياجات الخاصة تضمن عدة فقرات، منها معرض رسومات للأطفال ذوي الاحتياجات عبروا من خلالها عما بداخلهم. أحمد الحمدوش، الإخبارية السورية، الحسكة. أما هلأ سلمى بنروح لمحطتنا الختامية لليوم، ودائما للفن والمواهب الشابة حصة برحلاتنا الصباحية، وكل مرة بيكون معنا موهبة إلى هيك مشروع الخاص. اليوم نحكي عن الشموع ومنحوتات الشموع. عم نشوف كثير بالآونة الأخيرة صار الشمع مثل الشمع القديم الكشتري التقليدي أو الكلاسيكي، هيك تحف فنية بهيئة شموع. صحيح نور، وهلأ صار الواحد بيقدر يزين بيته بالشكل اللي بده إياه. صحيح. يعني عم يتفنن صراحة الناس اللي بتشتغل بالشموع بطرق مختلفة. اليوم معنا نموذج مختلف جديد حلو له بصمة مميزة، قدر يعمل لنفسه اسم من خلال الأشكال اللي دخل عليها للشموع. يمكن لأول مرة نشوف منحوتات من الشمع بهذا الشكل خصوصا عنا. رح نتعرف أكثر على الفنان وموهبته، ومعنا لليوم بالستوديو الصباحي السيد فادي فريح، فنان بتشكيل الشموع. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. صباح الخير. يسعد صباحك. هلا كنت عم اسالك شو اللي بيحببك بالشمع، يعني مشروعك الخاص هو الشموع، شو اللي جذبك للشمع؟ لانه قليلا نشوف شاب بيهتم بهي التفاصيل، دائما الصبايا والسيدات بيحبوا هي القصص. هلا انا وصغير يعني عندي شغف في الشمع، هيك بحب فكره الشمع، وحتى كانوا يعني لما بتذكر لما كنت صغير كانوا يهدوني الالعاب الجاهزه تبعوت الشمع هذول، اقعد انا اتفنن فيهم يعني. وهيك طبعا انا حبيت انه اظهر انه نحن عندنا قدرات بهالبلد وعندنا مواهب، ونحن فينا نعمل اشياء بتضاهي المنتجات الاجنبيه يعني. لحتى هيك انا قمت بهالمشروع يعني. طيب نحن اليوم هيك معنا شيء جديد، اول مره حدا يكون بيعمل شمع، يجيب لنا رغيف خبز رغيف سمون من الشمع. طبعا شيء كثير حلو يمكن وفكره جديده، شو خطر على بالك تبلش تعمل هي الاشكال؟ هو هذا نوع جديد من الشمع بالعالم اسمه الشمع المخبوز، هو بينخبز بالبروسس تبع تصنيعه بينخبز خبز. فهو اذا لاحظنا هي الكب كيك الموجوده، هي الكب كيك وخفيفه اذا لاحظتي بايدك شكلهم وزنة. حلو يعني عنكش الواحد رح يدوق. هي بتشتغل مثل الشمع العاديه طبعا، بس هي مخبوزه بتصنيعها. طيب فادي خلينا نحكي معك على الأشكال، يعني هي الأشكال كلها تصنيع يدوي ولا كيف بيتم تصنيع هي الأشكال من الشموع عن الروائح؟ لأنه عم نشوف روائح جدا جميلة، يعني قليلا نشوف فينا نقول الشمع في روائح بس بهي النسبة العالية معطرة. هلا الأشكال أنا يعني بشوف هيك، شوف في أشياء على الإنترنت مثلا أو أشياء برا بينزلوها، باخذ أفكار أنا وبحاول أدمج أفكار معينة بقلب بعضها يعني ليطلع معي. كلها بتشتغل على إيدك هي؟ إيه كله يدوي. طبعا في شيء قوالب، في شيء بشكله بإيدي، في شيء بينصب صب. حلوين الروايح جدا جدا جدا. هي بريحة أعشاب برية، مكتوب أعشاب برية هي صنوبر. هي صنوبر. هدول يمكن كثير عم نشوف هلا الناس عم تحب تحطهم بغرفه الصالون بغرفه القعده، انه الموديل انت عامله شوي هيك
مثل ما بيقولوا بيلبق لشي فخم من خلال اللون الذهبي بالذات اللي مدخله. تمام، هي بتجي حجر مع شمع وهذا ورق الذهب عليه. هذا حجر تماما اللي تحت عم اقول انه مشكل على طريق الرخام يعني. تماما مثل شكل الرخام، هون حجر وهذا ورق الذهب وهي الشمع. الشمع هو القسم الابيض بس القسم الابيض، وهون هون القسم الاسود هو الشمع وتحت هو الحجر. هي هون العكس، هذا حجر هي حتى من خلال بندق عليه بنسمع صوته وهي الشمع. بس كثير حلوين، حتى التفاصيل التصميمي جدا جميله. هيدا قد بياخذ منك شغل لما نقول شغل يدوي؟ يعني في منهم قوالب وفي منهم شغل يدوي، وحتى لو في قوالب يعني هي عم تشتغل يدويا يعني. صحيح. هلا هي مثلا مثل هي القطعه اللي ماسكتيها بتاخذ تقريبا شيء اسبوع شغل يعني. يعني هو معروف الشغل اليدوي بياخذ وقت اطول من المعامل. والأحجام الصغيرة بتاخذ نفس الوقت ولا لا؟ هلا هو كله بيمرق بكذا مرحلة تصنيع. فأول شيء هو صب الشمع كشمع، وبعدين بيبقى في بده تعديلات وتزيين وتلوين. مثل هي بتاخذ وقت مثلا؟ يعني هي بتاخذ لها مثلا شي 3 أيام لتطلع. طيب هي هلا هي بتتعلق، يمكن تعطي منظر، خصوصا هلا نحن جايين على أعياد. نعم. الناس بتحب هي الأشكال تعلقها، بس ما عم شوف فيها مكان إنه تتشغل. هي بس نفس منظر هذا الفتيل بينقص وتتشغل منه، وفينا نعلقها كمان. انا عاملها هيك انه فينا نزين فيها شجره الكريسماس. تمام، هذا اللي كنت عم اقول لك عليه، هلا شكل الزينه هلا الموجود وريحتها مميزه. ريحه غار كانه لافندر. لافندر طبعا. هلا انا عندي كثير اشكال متنوعه اكثر من هيك بكثير، بس هدول اللي احسنت يعني جيبهم لهون. هي شو؟ هي ريحه خاصه فيني انا عاملها مطبقه على ايدي. تماما فيها ريحة أكل. فيها شيء سويت هيك. صحيح. طيب خلينا نحكي الأشكال كيف بتختارها؟ ممكن قلت بالبداية إنه تصاميم بتشوف شو نازل، ولا كمان ممكن الزبون هو يقول لك أنا حابب شكل معين أو مناسبة على أساسه ممكن أنا أختار؟ هلا أنا بالأساس دارس جرافيك ديزاين. حلو. ففي نحن عندنا بشيء بالجرافيك ديزاين اللي هو التغذية البصرية خلينا نقول، أو الواحد بيغذي فكره أو هيك يعني. يكون عنده مخزون كبير. صحيح. تماما، بيفتح على الإنترنت بيشوف شو في أشياء موجودة مثلا، ممكن يجمع بقى أفكار من هون من صحيح. هون ويطبق على أرض الواقع يعني. الأشياء اللي بيشوفها مناسبة. أكيد. اليوم كمان خلينا نحكي شوي عن جانب مهم. اليوم الصناعات اليدوية أو المشاريع اللي عم تكون شبابية يدوية هي بقدر ما عم تعطي بصمة مميزة ومختلفة عن الشيء التجاري الموجود بالسوق، بقدر ما بيكون أيضا حساب التكاليف لازم يكون موجود. صار في منافسين كتير، في كتير ناس بتقول لك هات شمع يدوي مشغول وقله ريحة وشكله جميل، بس اليوم لما بتتفرج بتلاقي كل قطعة بتختلف طريقة الماتيريال اللون. فقديش كمان عم تحاول إنك تعمل شيء حلو بتكاليف مناسبة الناس تقدر تشتريها؟ هلأ في أحياناً أنا بيطلع معي أشياء بتكون تكلفتها فعلاً مثل ما عم تقولي غير مناسبة لحتى بالوضع الراهن يعني. يعني عم شوف المواد تقيلة اللي أنت مستخدمها أغلبها. بس أنا قد ما فيني بحاول حسن يعني. أنا عندي فكرة إنه المنتج الوطني لازم يكون بينافس الأجنبي. صحيح، موجود بالسوق. تماماً. هون بتختلف الأسعار بالأحجام، ممكن تلعبوا عليها لأنه يعني كمان الأسعار لازم الواحد يأخذها بعين الاعتبار، لأنه عم نشوف أرقام كبيرة يعني. صحيح. لو الشغل يدوي عم يكون في مثلا ارقام هيك غريبه يعني، اصحاب الدخل المحدود بتلاقي صعب. هون بتلعب فينا نقول بالقياسات الشمع، ممكن انا اقدر ولا لا؟ هو اي شيء يدوي نحن بنعمله متعب. هلا هو هو المفروض يكون اغلى سعرا من الاشياء المعمول بمصنع. صحيح. لانه على طول بتكون القطعه المشغوله يدويا بتكون فريده من نوعها يعني. ما بتطلع قطعتين نفس البعض بالضبط، بيكونوا كل وحدة فيها شيء بيميزها عن الثانية. فلهيك هو عالميا حتى بيكون الأشياء المصنوعة يدويا سعرها مرتفع أكثر من أي شيء مصنع بالمصنع أو بورشات يعني. فهلا أنا بحاول أعمل قد ما فيني وسع أنواع الشمع لحتى تناسب مع كل العالم يعني. في عندي القطع الصغيرة بيكون سعرها يعني مقبول. أقل من القطع الكبيرة. بما أنه دارس جرافيك ديزاين فعم نشوف طريقة خليني أقول الخطوط أو الأشكال الهندسية عندك هيك يمكن واضحة بغير تصاميم تانية. هلا حقيقة هذا هو قالب بالأساس، وأنا بعدل عليه بعض يعني هيك خلينا نقول تاتشات يعني لحتى يطلع معي بهذا الشكل. طيب فادي، في كتير مشاريع شابة اليوم بالسوق، كيف بيتم التسويق لمنتجاتك؟ اليوم السوشيال ميديا عم تلعب يمكن هيدا الدور بشكل كتير كبير، إذا بتقدر
تستغلها توصل للناس بشكل أسرع. بس الشباب اليوم عم يتعذبوا يمكن للتسويق لمنتجاتهم لمشروعهم، وقديش مهم بتحاول أنت توصل لكل الناس يعني. هلا هو اكيد السوشيال ميديا هي رقم واحد يعني. اليوم ما في حدا مننا ما عنده هالفيسبوك وانستغرام او اي موقع تواصل اجتماعي، هي النقطه الاولى. ومنها بيبتدي بقى الواحد يتعرف على مثلا لنفرض في بازارات عم بتصير، في اراضي بازارات ايه اكيد، وحتى بيكون في مثلا محلات حوالين ما انا ساكن بجوز يتعرفوا على منتجات يصيروا ياخذوا منها، هيك بهالمبدا يعني بصير المجال التسويق بالموضوع. طيب فادي خلينا كمان نسأل، اليوم في كتير ناس بتقول أنا بحب شكل الشمعة بس بخاف شعلها تخلص، يعني هي العادة اللي عند الكل، ففي ناس كتير بتروح لهذا الشكل بأنه الشمعة بتضل تماما أنه الشمعة رح تبقى لأنه رح تسيح بس رح تضل موجودة، بينما هي الأشكال ممكن نحرموا منها ياخدوها بس كمنظر ما يستفيدوا من الشمع، فهل في حلول لهذا الموضوع؟ لقيتوا حلول؟ هلا هو الشمع بكل الاحوال راح يتبخر قسم منه كبير يعني اثناء التشغيل اكيد. فيعني هو اي شمع بالنهايه حتى اللي كنا عم نحكي فيها اللي موجوده بعبوه يعني راح تنقص اكيد، راح تنقص 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 بالاخير لتنتهي. خلينا نرجع نعبيها او نعيد. هلا انا عندي عامل مثل هيك خدمه يعني للاشخاص اللي بيشتروا من عندي، انه انا برجع بعمل اعاده تعبئه بس تخلص بسعر اقل بكثير من اللي اخذوه، انه بيجيب هو الكفر الاساسي اللي انت استخدمته. يعني عملية هو بيشتري العبوه مره واحده وبيرجع بنعمل ريفيل بسعر اقل من اللي بيكون مشتريها فيها اول مره. بس هو حتما يعني الشمع بده يتبخر وبده يروح يعني ما حيبقى. عم بشو بيقولوا كانوا مثل الشمع هي الشيء الوحيد اللي بيضيء من اجل الانسان وبعدين بيدوب. يعني اليوم افكار حلوه كثير ومميزه، بدنا نشكرك فادي على وجودك ونتمنى لك التوفيق. هل في اسم معين لمشروعك؟ ايه طبعا اسمه ذا جلوينج جار او المرطبان المتوهج. يعني ليش اخترت هالاسم بالذات؟ هلا هو صراحه بما اني انا جرافيك ديزاين انا مصمم اللوجو تبعي وانا شاغل على الاسم، فلقيته انسب شيء هيك لحتى يكون تمام. احنا عم نشوفه. خليني احط لك اياه بس على شيء اغمق مشان يبين. تطمح توصل يعني حاطط هيك هدف؟ اكيد انا يعني هدفي اني انا اوصل اسم بلدي عن طريق هالمونتاج ان شاء الله يعني للعالم. والحمد لله في هلا العالم كثير مبسوطه بالشيء اللي عم بيشوفوه وعم ترجع تاخذه، وشوي شوي يعني ان شاء الله الواحد بيكبر المشروع ان شاء الله. اكيد بالختام نتشكرك الفنان فادي فريح، نتمنى لك التوفيق بمشروعك وان شاء الله نشوف هل ده المشروع او اسم مشروعك وصل للعالميه. شكرا كثير. شكرا لكم لاستضافتكم. شكرا لك مره ثانيه فادي وموفق بكل شيء. يعطيكم العافيه. شكرا. مع الشباب السوري سلمى الموهوب بتكون رحلتنا الصباحية وصلت للختام، ملتقانا بكرة بنفس التوقيت بتمام الساعة 9:30 صباحا، لكن مع أهم محطات رحلاتنا الصباحية خلال الأسبوع. بنتمنى دائما مع نهاية رحلتنا نهار يحملكم الخير والفرح والرزق والرضا والانفراج لكل الناس. ونهارك سعيد سلمى. نهارك سعيد نور. نهار سعيد لكل مشاهدينا. إن شاء الله اليوم هيك من خلال التنوع بفقراتنا وضيوفنا الاختصاصيين اللي كانوا معنا نكون قدمنا لكم شوية معلومات بما يخص طبعا الصحة الجمال وأيضا الشيء الحلو اللي ممكن نزين في بيوتنا. وإن شاء الله يا رب تضلوا بألف خير. لا تنسوا تراسلونا لأي شيء بتحبوا يكون ضمن صباحاتنا على صفحة صباحنا غير. كل الشكر لكم. باي باي. باي باي.